الحركة هذه بدأ بريسك عنده أكثر من شهرين. كانت الهدف منه فقط هو حظ المرأة في فرص التشغيل الموجودة في منزل بوزيان ولا في جمهورية تونسية الكل. المؤسسات اللي عندنا هنا في بوزيان المحدودة جدا، نسبة النساء المشغلات فيها ضعيفة وضئيلة جدا جدا جدا. طالبنا بإعطاء نفس الفرصة في التشغيل رجل كما المرأة. نحن كنا في حراك آخر، الحراك الآخر فيه برشا رجال، حراك الفكر الحر، يتجمعوا كان الرجال وحدهم فهمتني، واحنا البنات حطينا في بلاصة لا نشاركوا معاهم في كلمة، لا نقولوا معاهم في رأي، لا حتى شيء. اخترنا شعار للاعتصام تاعنا ماني ساكتة. ماني ساكتة فقط لأنه أمرت إحدى الزميلات في جلسة معينة بأنها تسكت. اسكت أنت، هذه نحن فضنا أنها تتقال لمرأة. عملنا حراك نسائي بحت باش حتى حد ما يقول المرأة اسكت أنت. المرأة تحب تخرج وتوصل صوتها، ما تستناش الراجل حتى يجي يدافع عليها، يلزمها هي تدافع على روحها قبل ما يجي الراجل يتكلم باسمها. فاش قاعدة نعملنا؟ يلزمني أنا نوصل صوتي، أنا يلزمني نخرج الشارع ونتحدى. نتحدوا كل الضغوطات، صرنا برشا ضغوطات لهنا، نتعرضوا لبرشا هرسله فهمتني. ذاك ضغط دار في الشارع، يعني مرات نجي ذلك نجيب الدرقه نخرج من الدار ما نقولهمش راني ماشيه الاعتصام، درق روحي على ولادي على راجلي. المهم ينجح الحركه نتاعنا ونتحصل على شغل في الاخر. مشينا لمجلس النواب، قابلنا مجموعة من النواب عن مختلف الأحزاب وطلبونا موعد مع السيدة وزيرة المرأة. قابلتنا مشكورة بكل رحابة صدر، أما حلولها فقط للمنطقة هي التشغيل. التشغيل ليس له وجود إلى آخر سنة 2018 أو بداية 2019، وانه الحل المتمثل اللي موجود متمكنه منه هو فقط القروض لبعض المشاريع. نحن في بوزيان ما عندناش ارضيه وما عندناش بنيه تحتيه لبعض المشاريع. بديت بالطريزه ما مشيتش، يعني روبه العروس نخدمها من الاول للاخر، بديت بتريكو تاع جيليات اي نوع ما مشيتش، اي خدمه اي مشروع ما تمشيش في بلادي. طلعنا للولاية على أساس بنحكم على الوالي، ما حكيناش معاه، حكينا مع كاتب الولاية. تصور أنت معطلات العمل وعطلات العمل، شنو هو يجاوبنا؟ شنو الحلول اللي يعطيها لنا؟ عندي باش نعطوكم قفة رمضان. احنا جايين نطالبوا بحقنا اللي هو مشروع حقي في التشغيل، مانيش جاي نطالب حتى ايدي كما هكا قدام الولايه ونسياسي ونقول اعطيني قفه رمضان كما هو حكاها كما هكا، والناس كلها تسمع حكايه قفه رمضان على خاطر حبت هذه توصل. تصور انت معطلات وعطلات على العمل، كي نجي نقول لك يا سيد خدمني، انا راني قاريه، ثم مش مقارين، اعطيني حلول ملموسه، مش كنت تجي تقول لي ثم قفه رمضان، انت بالحق تشويه الاعتصامنا من الاخر وتحقير المراه في منزل بوزيان في تونس كامله. السيد المعتمد بلغنا انه حاليا ثم قانون اسمه قانون الطوارئ يمنع الاعتصام داخل سور المؤسسه. نحن تجاوبنا ايجابا مع السيد المعتمد وما عملناش خيمه، ما عملناش خيمه احتراما منا للقانون. احنا اول حاجه رافضين انه باش نخرجوا للشارع ونكسروا ولا باش ندخل مؤسسه ونسكرها، هذا مستحيل. خاطرنا نحن من اول ما دخلنا نحن اعتصام نسائي سلمي. التصعيد باش ندخلوا في اضراب جوع الكل ان شاء الله بعد رمضان، وقلت لك 26 والسته اللي معانا الاخرين وكلهم فيهم حالات يعني صعيب ان تدخل في اضراب جوع، وقلت لك ما يصيرش ندخل. ثم اللي عن الحبله وثم اللي بصغارها وثم اللي باش تجيب صغارها لهنا المعتمدين باش نعملوا اضراب جوع، هذا قرارنا النهائي.